مرحبا بكم مجددا مستمعينا، شكرا لوفائكم لنا. هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري اللي فيها ساوس المعالج إبراهيم الطيف أنس بن مالك. أجواء للتشامبيونز ليج هاي اخذوا محلها كل لي زيفي سونور نتاع المباريات الاوروبيه والسانكرو، معناها كي تمركبون تو عندك الصحه تاع الجمهور فما ليش تلعب ليه يعني. انا يمت على الكوفيد، معناها يمت على الكوفيد والله انا مرخي ما والله اللي يتفرج فرش على البرسا فرش على البرسا و بايرن بايرن فريمون اللي غاب عليا هو الجمهور خاطر لا يعوض العلاقه بعد سورتو وي بوت ثمانيه هوني وين تحس 10 بونت هوني وين تحس غياب الجمهور 10 و8 و2 اون توكا انت اللي تفرج في الدار هو اللي يحس اللي زي فيه هذوم اللي فرش في الدار ليه وكان لاحظته اكيد انه اللاعبين با الجمهور يفتقدوه لا كان لاحظته فما كيد دي جي معناتها دي جي. يعرف كوره يعمل ساعات قد مثلا على البارح ببارتي لايبزيتش وبي جي ساعات يحطوا غنيه البي جي وساعات يحطوا غنيه لايبزيتش وكي تصير مثلا مخالفه فيها كل شويه ظلم تحت الجمهور زعما متغشش وكادونك معناتها تقول اخرج اخرج بون سون نظيفه محلاه للي يتفرج في هو لو ترافاي بروفيسيونيل صحيح انه الاخراج الصوتي زاد نوع من الاخراج معناها بالطبيعه اما سي فري كي يبداو برشا بونتويت انس وانت في الدار تو ان بو فريستري دو با فوار صحيح اما ليه هو يقعد ديما خاطر الكوره كيما التيران نتاع فوت كيما ركح نتاع مسرح معناتها الجوارات نتصور ما نتصور معناتها كونتاكت افيك لو بوبليك هذاك ما يعطيوكش ما ينجمش يكون روندمون كيما كان جمهور معناتها الجمهور حاجه اساسيه معناتها طبعا. نحكي على الغوندو بيدو معناتها المردود نتاع اللاعبين يا سوس فما اشخاص من البرسا عندهم سؤال الاولاني جمهور البرسا ولا البايرن يحبوا الكوره ياسر يحبوا يحكوا على لا مش نحكي على الجانب الاجتماعي نتاع كرة القدم معناها من الجمهور نتاع البرسا ولا البايرن اللي نعرفهم من خلال التلفزة نعرفهم معناها كما كما تقول الروج ولا تلقى معناها ما نعرفهم يجيوا كل وفي نفس المكان معناها في في الجرادان ولا في البلوز ما نعرفش انا جاري با سيتوي اما وجوه نعرفهم في كل ماتش نتاع البرسا وريال مدريد حتى بالتلفزه تربط علاقه مع ناس اللي ممكن سي ديستابيليزون بالنسبه للجوار ملتي ديمونسيونيل اي سي فريمون ملتي ديمونسيونيل اكزاكتومون هاي تولد في صياده في المونستير 5 جوان 27 توفي في 4 نوفمبر 2010 هو طاهر شريعة. السؤال كان شكون السينما التونسي اللي ساهم في بعث مهرجان السينما الافريقيه ب وكادوغو لا ابار جي سي وكادوغو وكان وكادوغو فيسباكو وكادوغو اكزاكتومون هو اللي اسمه الفيسباكو كان المؤسسي مع سامبان عثمان فوالا عن سنة نهز 83 سنه دفن في مسقط راس صياد الله يرحمه تحت شجره زيتون مش بعيد على البحر كما حب هو في الوصيه نتاعو. هذا المثقف الاستثنائي اللي سماه رجل الثقافة الشهير والوزير السابق المرحوم الحبيب العريس شريعة السينما العربية والإفريقية، رجاء النطق الكامل بالعربية الفصحى شريعة السينما، لقى روحه في ميدان السينما بالصدفة كما قال هو، وسببها أنه دخل سال دو سينما هو صغير يا اخي عجبوا الفيلم اللي شافه والامبيونس هذيك وبدا يفكر كيفاش يدخل لهالميدان. بعد مده من تاسيس لي جي سي سي طاهر شريعة تنقل لفرنسا وكلف بالاشراف عن قسم السينما في وكاله التعاون الفني والتقني الفرنسيه واللي بعد ولات المنظمه الدوليه للفرنكوفونيه ومنها ساهم بصفه فعاله في تاسيس مهرجان السينما الافريقي اللي تبعث عام 69 في شكل اسبوع سينمائي ومن بعد في 73 ولا مهرجان السينما الافريقيه في اوغادوغو اف اس بي ا سي او يتنطق فيسباكو فيسباكو وانسجل من وين ايام كارتاج ومازال اليوم ينتظم مره كل عامين جي سي سي كل عام. في سنه 70 بعثنا مجموعه من زملائه الافارقه الاتحاد الافريقي للمخرجين في بوركينا فاسو وساهم في تاسيس مهرجان السينما الافريقيه بال خريبقة في المغرب خريبقة. عام 77 عامه في سباكو خريبقة مع نور الدين سيل اللي هو معناتها مهرجان مهم مهرجان في سباكو فيستيفال شخصية مهمة فيستيفال بان افريكان دو سينما اي لا تيليفزيون نقطة هامة كمان في المسيرة نتاعو اللي هو مؤسس نادي السينما نادي السينما تاع صفاقس معناها من هوني كانت الانطلاقة نتاعو
وبعد اشتغل في وزاره الثقافه. اكتشف مثلا عبيد مثل كما نوري بوزيد اللي من صفاقس ولا حاجه هكا كان ليه فضل؟ لا هو الفتره هذيك هو سيني كلوب لمهم هو لم فوالا هذاك اللي حبيت نقول. خرجوا من نوادي السينما هما عديد من نوري بوزيد محمد دمق مصف ذويب مصف ذويب الكل خرجوا من نادي السينما من نوادي السينما. انت مش من نادي السينما ابراهيم؟ نادي السينما نادي السينما برشا قروان برشا سي 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 اللي تحبوا يخرج قرار تولد وقرا في الابتدائي في القروان. سامحني ابراهيم تاكيدا لكلامك معناتها انت تكون نادي سينما ايش عنده يعمل؟ ينجم يعطيك عنده يعمل كيما نوري بوزيد ومحمد دمك هكا توا النوادي وابراهيم الطايف وهذوما معناتها عبيد كيما هكا النوادي مهمه طبعا. راهو ما ننساوش ليزيكول دو سينما هنا حلوا 2008 2007 حلوا راهو ما قبل ما كانتش فما حاجه اسمها ايكول دو سينما. كان فما سينما الهوات كانت فما الجامعه الوطنية للسينما الهوات اللي تحكي على تي سي سي والكل معناتها براتيكمون معناتها الجيل اللي موجود يخدم هو من نوادي السينما. هو من نوادي السينما كي تحكي على نوادي الموسيقى والفن تلقى مثلا نادي الموسيقى بمعهد خزندة شوف قديش من صوت لطفي بوشناق دردي الباجي ذكرى امينه فاخت لطيفه وغيره من الناس اللي كلهم عملوا كارير بعد جاو من نادي فما في خزنة الدار باش اصواتهم الكل كبير اي اصواتهم الكل يطلعوا هكاك وعندنا برشا مخرجين معناتها تعطاونا قبل ما قبل ما يجي ما يتحلوا المعاهد السينما كانوا كلهم يخرجوا من النوادي معناتها فكره انه زعما النادي ما لا النادي معناتها راهو كيما المكتب معناتها طريقه اخرى. فما انسان شهير ما نستحضرش اسمه اليوم توا ما عرفش فيلسوف او رسام او غيره يقول لك انه راهو اي طفل عنده الموهبه البذور نتاع الموهبه والفن يا توجه فوالا ولكن المهم انك تحافظ على ذي بعد انت تنفض عليها الغبار. النوادي كانت مهمتها هذا برا. شوف اليوم فما مدارس جديده مدرسه معناها اوكون اكتيفيتي كولتورال اوكون اللي في اون سكاندينافي كي كومونس ا انسيني بداو يقريو الفنون من ليليمونتيغ معناها تقريه ليستواغ دو لاغ بيان سور بطريقه مبسطه تقريه عديد من الفنون وتوجه للناس اللي الصغيرات اللي عندهم توجه ليليمونتيغ قلت فوالا اللي تراه من خلال رسومه وتو اللي هو عنده حس الفني فيوجهه اكثر لذا ويربح وقت معناتها خاطر كيف يكتشف في الحاجه هذيك في الاربع سنين وفي الخمسه سنين في 17 سنه سي يعرف روحه وين باش يمشي وينجم حتى يزيد يعمل حاجه اخرى. هذاك علاش في الدول المتقدمه عامل جيستيون ومام تو اي لي باتر ومام تو عنده ماستر في ما نعرفش شنو دونك هذا مدارس والله مدارس اخت الببليك اللي هما فما اللي فيهم بجهود خاصة من مديريهم من معلميهم كل اللي ريتو ذا وفما كذلك اللي ما فيهمش واللي في سختوف الأرياف تو وفما مدارس خاصة هذا المؤلم مدارس خاصة الأولياء تدفع مئات الدنانير كل شهر باش تقرا أوكون أكتيفيتي كولتورال أوكون كنقول لك ولا واحدة اي هذا دور الدولة هذا شيء دوخ معناها دور الدولة على خاطر الدولة ودور المدارس الخاصة اللي تاخذ فيه برشا فلوس لا لا لا. دور الدولة مسؤوليه الدوله انها في حكايه لو كونترول والكونتينو يلزمها كيما المدرسه الخاصه كيما المدرسه العامه هذا اللي هم يحاولوا يعملوه مثلا كي تقرا لا ابراهيم كي تقرا بالعربيه والفرنسيه الفرنسيه تنجم انت تاخذ دي مانويل يتبعوا الميسيون ولا غيره في العربيه انت لازم عليك انك تقري صغير بالمنهج التعليمي اللي هو تقر وزاره التربيه سمحني ولكن ليزاكتيفيتي كولتوريل هذاك راهو تنجم انت مادام تاخذ في فلوس كل شهر كمدرسه خاصه تنجم تقروا التلامذه راهو في حد شيء راهو ثم نقطه مفصليه انا تظهر لي فيزا قبل تجعلي راسي خاطر عندي من الثوره وانا نقول فيها المشكل في البرنامج اللي ما عاش ما عندوش وقت الصغير حتى حد مفتاح البرنامج تاع التعليم وقت اللي كنا احنا نعملوا كلوب سيونس وكلوب سينما ولي سبور كوليكتيف وتياتر السبت العشيه والجمعه العشيه في حتى في وسط في التعليم الدولي وقتها كنا ما كانش فما لومبلوا دو تون هذا ما كانش فما الماتير لومبلوا دو تون اللي يقراوا فيه الصغار المكتب توا تمشي يقرا الادوات اللي عنده ما عندوش وقت باش ما تخليلوش وقت باش يعمل حتى شيء بغاش دخان حتى شيء يلا يا فما فوترافيك يا فما فوترافيك وراجعين راسين كاري سؤالي يبدا بالاكستري هذا
بوشنيق الشوق لا يعيشه. واضح هذا أداء الفنان لطفي بوشنيق. ما كل من ذاق الصبابة مغرم. من كاتب هذه الكلمات؟ مش آدم فتحي. 1050 هجري. كمان مش توفي 1143 هجري. 1641 ميلادي. 1731 وفاته. الخيام؟ لا. شاعر سوري وعالم بالأدب والدين ورحالة، تولد ونشأ وتصوف في دمشق. عدى 7 سنين من عمره في دراسة كتابات التجارب الروحية لفقهاء الصوفية. كلماته غناها القدير لطفي بوشنيق. من هو؟ ما عنديش في الصوفي برشا بالحق. شوف شوف ابراهيم اللقب نتاعو هو لقب للممثل المصري فكاهي شهير، مش امام. شارك عبد الحليم في برشا حاجات. عبد السلام النابلسي اللقب هو عبد الغني النابلسي. هو كاتب هذه الكلمات صعيبة. يوم الحفلة هذه وقت ايش؟ هذه ايام ايام الاهرام في مصر 2010. حفل حفل مانيفيك. ادخلوا شوفوه مانيفيك. حفل تاريخي تاريخي يعني. والارتجال بتاع بوشنيق هوني حاجة فرس فيها. شوف أكيناتون المغني بتاع ايام. شوف الانبهار بلطفي بوشنيق طبعا. فك المشهد هذاك اللي نجموا يدخلوا توا على اللايف بتاع اي اف ام يتفرجوا كيفاش الاهرام وراهم والجمهور وأكيناتون تاثر والجمهور كيفاش. كانت حاجه قويه برشا لو عملها بوشنيق. وكان انت تخليه يسمع بالطبيعه. لا لا مش على السمعان، نحكي على الفرجه. اي ما اسمع زي أي. وي شكرا. انا حبيته لطفي بوشنيق يبني عليها اكثر. يبني عليها اكثر. نجم تسجل مع ايام. انا كنت عملت اللايف هذا نجم تسجل حاجه في استوديو مزيانه. لا وتعمل حفلات هكا خاطر الحفله هذه نجاح كبير. للاسف جات مفهوم للاسف ولا لحسن الحظ من بعدها بالضبط جات الثوره التونسيه والثوره المصريه اللي غطات على الحفله هذه. هي بدات تتعرف في اواخر 2010 والعباد انا بارتاجيتها تفكرت وما خرجت. وبرغم اني ما كنتش نحب برشا معناتها الفن العربي لكن ولكن ايام زاد اسطوريه. الحفله هذه ايام لو جروب شهير يعني في هي كانت في التسعينات. كان ينجم يكون بادره معناتها باش كيما بيت الدين في تولي حفلات معناتها سلسله بتاع حفلات على خاطر الحفلات اللي يصيروا في ليزيسباس هذوما فيهم معناتها الفضاء بيدو تلقاه فيه برشا انرجي برشا اهرام وكل يعطيك برشا روح اهرام ولا تمشي معناتها فما معناتها بلايص اللي عندهم روح ديجا يعطيوك حاجه اخرى سورتو كي تخدم على الفيوجن ما بين زوز تجارب اورينتال واوكسيدنتال عاده معناتها حبيبه مهرجان مزج هذاك مزيان والذو ريتو الذو في الواحد ومع وقت الغروب كانت مثلا نجم تصير حفله اخرى هي بيده مثلا في الصحراء في تونس ومن بعد في المغرب ومن بعد في امريكا ومن بعد في هذيك معناتها شنو نقصد ما بناش عليها من غيرك انت بالانجليزيه هي من غير without you. يلا ماريا كاري نشوف بعد شوي هي فما احلى رجو هذه راسين كاري. ما تنساوش بعد الكرونيكور اللي يجيو هكا فيسا فيسا باش انهم فات الاغنيه باش ما يجيوش روتان نشطحوا في السلو اغنيه سلو ذكرك بسنوات سنوات اون فيت صوص سامحني ما جاوبتكش مليح ما قلتلكش راهو يدخل في الموضوع لا خلنا نحكي ما جاوبتكش اختي اللي استدعيتني قلت شنو الاغنيه اللي تفركس فيها الاغنيه اللي قعدت نفركس فيها برشا وما لقيتهاش خاطر خرجت في مجله برافو ماهوش معروفه وقتها هي اغنيه ماريا كاري ما نعرفوش حتى ماريا كاري شنو اللي تشبه غنيتها لولا فيجن اوف لوف خاطر خرجت لا 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 فيجن اوف لوف اول اغنيه بعد اي دونت وانا كراي الالبوم الاولاني خاطر غنيت كي طلعت الاولانيه في الشارتس نتاع امريكا وبريطانيا والمانيا لكن هي ما نعرفوش شنو تشبه قعدت نفركس عليها برشا غنيت فيجن اوف لوف وعلى كيفاش شنو تشبه ماريا كاري كون خايبوها معناتها افغو امريكان طلعت بليتو بيضا معناتها هذيك اول اغنيه اي ميتيس 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 بون اون سان فو ميتيس ولا بيضا ولا سمراء المهم قعدنا نفركسوا شكون هي ماريا كاري qui l'ont lancé معناتها qui ont without fait you, without you hero ليه 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 جاو قبل فما جاو من بعد جاو في 94 هذو نحكي لك اللي لانسوها اللي بعثوها اللي عطوها سكسي ولدي لحظة اللي نشروها لحظة
السكسي الكبير العالمي خذيته ماريا كاري بالفيديو كليب هذا without you هيرو ولولا النية اللي نسيتها اللي فيها جروب كليب يغني هي لوتر هي لوتر جابوا لها ديو مع ويتني يوستن والديو مع شو اسمه الاخر الغبخيز لوتر فاندروس لوتر فاندروس اي انا اما اللي قبل ناجح مي بون مش ناجح بالعكس ما نعرفوش اللي قبل احنا نتابعوا في الشارتس نتاع وقتها بريطانيا وامريكا والمانيا اللي هما اقوى شارتس في العالم نلقاو اغنيه اسمها فيجن اوف لوف في المرتبه الاولى طول سكسي بلانيتير خويا انتوما ناس واصلين احنا نتبعوا في الشارتس نتاع هيكل بوزيتا والدنيا شاو لا هذيك حدود لا احنا باش ما فما مجله كانت في تونس ما نعرفش مازالت ولا لا خاطر ما عرفتش شنو تو اللي حلته لي اسمها برافو اسمها برافو نلقاهم الاولى شكون هذه ماري كاري ما نعرفهاش وشنو هي الاغنيه فيجن اوف لوف انا بالمذهب ضد العنف هيكل بوزيتا والدنيا شاو انا فايقه هيكل بوزيتا ما يعديش ماري كاري انت جينيراسيون اخرى حوري قلتي حوري قلتي فوالا هيا ليها ما بارابول سي انس بالملك لا مش بارابول لا هيكل اللي كان يعدي كل جمعه في الليل هيكل زاد هيكل رفع علينا الجهاله كولور بلو نوي كولور بلو نوي وعنده برنامج اخر نهار الاحد اسمه روك راديو ويكاند لكن ابراهيم بتبيعه كانك يبعث جواب الحوريه ابراهيم دي تونيز كنت نبعث جواب ونحط عليه كبري نشر الكارت 100 مليم من ليبريري ونبعث نقول ابراهيم ابراهيم يحب مونيا ومونيا تحب ابراهيم كي سو ريكونيترا مونيا موجوده شخصيه موجوده في الحياه مونيا كانت موجوده في طفولتي فهمت نبعث لها كارت بوستال نقول لك كي وانا ما تبعثش مونيا تول ابراهيم دو تاسو حبيبتي مونيا كي سو ريكونيترا علاش ما تبعثش مونيا تول زاد لا كان الشارع ما كان كارت بوستال ابراهيم دو قروان دي دي سو ديسك امونيا كي سو ريكونيترا اكزاكتومون حتى الديسكريسيون والفيانه والحب والاعلام يرحم الوالد كل ما يسافر يسيب لو فري كادو سيتي ان فينيل نتاع كلوت فرانسوا وسيتي محلاهم شيلا شيلا ادمو ادمو جولي كلير المثرج شنو المثرج؟ هو اللي نثردوا به العصيده لا هذاك المدلك المثرج شنو؟ هذاك المبرد المدلك خاطر المثرج باللهجه العاميه نتاعنا ولكن تهم منطقه معينه في الوطن القبلي في مناسبه معينه المثرد هو في راس العام راس العام في راس العام الهجري راس العام الهجري شنو هي؟ تبسي احنا نقول لا لا تبسي اللي بالغطال المثرد هي حاجه تعمل حتى تعمل يظهر لي تعمل عليها ان كور ميتراج ها ابو تعمل عليها كور ميتراج يعملوا بها الرمان لا تنفرد نابل بطريقه مميزه في استقبال السنه الهجريه الجديدة من خلال إعدادها للفلفل المثرد المثرد شنو؟ الثريد هو الهريسة فارسي لا 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 يحطوه في القلة عكس 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 الحار الحلو الحلو شنو هي؟ السكر شنو؟ العسيدة لا السكر العسل بس هو السكر قلت لك فما حاجة معناها بالسكر معمولة كل شيء بالسكر لا عرائس السكر بيدارجي لي بوبي لي بوبي دو سكر عملها سي لي بوبي دو سكر ابراهيم هي عرائس السكر هو داير من منطقه نابل يزداد عليها الطلب خاصه من الزوار والمبليه والاطفال هذه العاده اللي تورثتها العائلات النابليه عن الاجداد منذ سنين من عادات المبليه زاد كسر عروس السكر في يوم عاشوراء ولكن اساسا تتحضر في السنه الهجريه ديما للصغار لانه فيها برشا الوان وعلى سامبول المثرد مش اللي يثردوا به اي ان توكا اي شنو علاقه بالمثرد؟ وي جو نو سي با نورمالمون طنطبتوا من هذا اي والمثرد نعرف عروس السكر نرجع لحكايه المثرد مش اللي تعمل العسل اللي تعمل الحركه نتاع يدك هذاك المدلك 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 اللي عصدوا به هذاك المدلك لا المثرد ده نشوفوا شكون كان جاب ستار معنا انا نعرف المثرد في بالي هو التبسي اللي بالخطا هذاك معناها اللي يحط فيه التقليد هذاك يسمى التبسي المغطي اللي قدموا فيه مش يطيبوا فيه قدموا فيه بفخار نجم نجم الطيب في الحاجات الفخار فما حاجات مهيئه لهذا فما حاجات اما سي تري غار باش تلقاهم باش تلقى الكاليتي خاطر فما حكايه سخانه نتاع فور وفما حكايه انا ان توكا عمري ما صادفت معنا سلسل المغرب يسميوه طاجين هذاك واحد والمغطي احنا نسميوه فما اللي يسميه ان توكا احنا نقولوا مثرد ولكنه الثريد هي كلمه عربيه فصحى
تفيد نوع من الطعام اللي فيه الخبز والحم. دونك هو من الثريد والحساء. اي الثريد من اثريد الوطن. اكله اكله معروفه في دروس القراءه. شنو هو معنى الرقم 227 في الاكتواليتي في تونس؟ 227 عدد المصابين. مش كورونا متعلق بالكورونا. لا 229 رقم محين معناه اخيرا. اعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومه المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني معلومه هكا 229 علاقه بالاطفال 227 227 كانوا 226 ولاو 227 زدنا واحد الحمد لله. ايش زدنا؟ سجناء؟ لا منظمه. زدنا حزب. حزب مبروك ما عملتوا مبروك. شو اسمه الحزب؟ وش سميتوه؟ اسمه نداء الوطن. اسمه تجمع حماة الوطن. ويوا هذا يرؤسه منير المحرسي. وأوضحت في بلاغ أن تأسيس الحزب الجديد تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، مضيفة أن العدد الجملي للأحزاب قد أصبح كما هو الرقم 227. مبروك ما عملتوا، ان شاء الله دخلتوا حتى 230 بينتو ان شاء الله. اي مهم لا يتطبق المثل نتاع الكثره وقلة البركه. هذا المهم. شكون صاحب اسرع هاتريك في الدوري الانجليزي الممتاز؟ اسرع انجليزي اي في تاريخ ولا سنة؟ اسرع هاتريك في الدوري الانجليزي الممتاز يظهر لي في التاريخ. في التاريخ في انجلترا معناتها الدوري الانجليزي. آلان شيرر؟ لا جاك تشارلتون طور اكتويل اكتويل اي رحيم ستيرلينج هو في التاريخ لانه تحطم الرقم تاع 2015 مع ساوثامبتون ضد لا هو هذا اللي نسالوا عليه احنا في 2015. شكون؟ لاعب ساوثامبتون هو اي ضد استون فيلا. مش معروفين زاتكم. مش معروفين؟ استون فيلا لاعب كرة قدم من اصل افريقي. جاك مانيزيوم ها استون فيلا مواليد 10 افريل كشت البلاد 92 باتريك بوتاسيوم هاي ابراهيم انس جوريت ساوثامبتون ما نعرفهمش. من مواليد 10 افريل 92 هو لاعب كرة قدم سنغالي يلعب في مركز الجناح. ساديو ماني هو ساديو ماني مع نادي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز منتخب السنغال تحصل على جائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019. بدأ مسيرته مع ميدز في فرنسا وانتقل إلى ريد بيل سالزبورغ في عام 2012. ريد بول سالزبورغ اللي حكينا عليه البارح. ريد بول سالزبورغ حكينا عليه البارح. حبينا نسميه. وبعد ما ربح في الدوري النمساوي وكأس النمسا في عام 2014 وقع مع ساوثامبتون. في عام 2015 حقق ماني رقم قياسي جديد في الدوري الانجليزي الممتاز لاسرع هاتريك وقت سجل ثلاث اهداف في 176 ثانيه. ها؟ اي معناتها ثلاثة دقائق اقل من ثلاثة دقائق. مباراه فاز يا اخي ما يفرحوش كي ماركيو بوتو فاز فيها فريقه على سامحني استون فيلا. في تونس كي ماركيو بوتو ثلاثة دقائق نبوسوا فيهم لبعضنا ونمشيو للجمهور ونعملوا كالشطحه هذيك اللي هكا هو ماركا فيهم 6-1 على استون فيلا. انتقل ليفربول 2016 مقابل 34 مليون جنيه استرليني ليصبح اغلى صفقه انتقال للاعب افريقي في التاريخ في ذلك الوقت. منذ انضمامه الى ليفربول حقق العديد من الانجازات من اهمها الوصول الى الدوري نهائي ابطال اوروبا 2018. في الموسم التالي حصل على جائزه الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز بالمناسبه برصيد 22 هدف وكان جزء من فريق ليفربول اللي فاز في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019. لعب 69 مباراه مع منتخب السنغال منذ 2012 ومثل المنتخب في الاولمبياد 2012 بلندن، كأس الأمم الأفريقية 2015، كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018. ناقص حاجة اللي هي البارح تحصل على أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية موسم 2019-2020. أحسن مير جوار دو بريمير ليغ معناتها في إنجلترا خذا عمناه الجائزة البارح قلت الجائزة هذه. معناها ما غلطناش كي طحين. كي لا لاعب كبير. لاعب كبير. ومن أسباب من اسباب معناتها ليفربول بعد 30 سنه تاع الشامبيون هو ثنائي معناتها محمد صلاح وخاصه ماني معناتها بون اخت شامبرلين لكن ماني لاعب كبير برشا طبعا. اي ما هو القهم العصبي؟
القهم. القهم العصبي. لانوكسيا نيرفوزا. سهل كي قلتوا قهم اي تبدا مراه قهمانه معناتها القهم العصبي. رد بالك. ليه؟ رد بالك. رد بالك. اش قلت انا؟ قهم قهمانه. كان جاتك جميله انا ركريت. اي راه تحت بنالتي هون. لا وسوسن ما سمعتوش. اي سوسن. لا القهمانه انا. قهمانه. اي انت حبيت تقول هذا. انا شاده بلاصه زميلتي فرح برجب مخي كله عصافير وطيور. ما ناخذش. عصافير. قهمانه المسرحيه الجديده. صديقنا معز التومي. هذاك شو تقول؟ حبيت نربط انا تحيه المعز التومي. مسرحيته جديده القهمانه. تحيه المعز. هاي القهم العصبي تيك معناتها اللي تيك كي نقول لكم انا انوركسيا نيرفوزا انوركسي انوركسي هو مرض نفسي يتصف بالاضطراب في الماكله والانخفاض في وزن الجسم مع الخوف من زياده الوزن يعرف عن المصابين بالمرض هذا انهم يتحكموا باوزانهم عن طريق تجويع انفسهم طوعيه والافراط في ممارسه الرياضه أو أي شيء يخليهم يتحكموا في وزنهم كما الأدوية اللي تضعف وينقصوا من السكر وكل شيء عنده علاقة بأنهم ينقصوا من الشاهية وأنهم يلزوا رواحهم للغثيان في رجل الغثيان يحطوا صباحهم في فمهم وعلى الرغم أن المرض يصيب بشكل رئيسي البنات وخاصة عارضات الأزياء وفما ما يقرب 10% من المصابين به هما من الذكور القهم العصابي أو العصبي هو حالة معقدة تنطوي على مكونات بيولوجية عصبية نفسية اجتماعية نجم تؤدي للوفاة في الحالات المستعصية برشا فيه برشا راهو فما برشا صارت برشا المرض هذايا كيما الديبريسيون كيما فما أمراض اللي خذاو هكا صاروا عليهم برشا حكايات غالطة خارجين وفكرات غالطة هما على أساس هو مرض يجي بعد ما أنت تحب تضعاف لمن كان بعد ما ياكلوا هو ليه راهو ماهوش معناتها بالبساطه اللي ظاهر فيها هو مالادي نيرفوز وكي نقولوا لانوركسي راهي مش بشرطه معناتها تعطي ناس ما تاكلش هو اضطراب معناتها ناس يقعدوا سنوات في المرض هذا اضطراب عصبي تعرفش معناتها معناتها انت تحب تاكل اما معدتك ماهيش قابله لانه في مخك ماكش قابل هذاك علاش يصيروا زاد مش حالات معناتها الترجيع سامحوني في الكلمه غثيان ماهيش بشرطه حالات اراديه معناتها نقراو ندخلوا فما انترنت في جوجل موجود موجوده معناتها فما بوكو دو فيك حاجات معناتها فيك وحاجات غالطين وافكار مسبقه على المرض هذايا لانوركسي اللي هو ينجم يكون حاجه سورنواز على الاخر ما تفيقوش بها دونك نشوفوا نشوفوهم هذوما حاجات مش حلوه بالكل الجو دو مو فيك وكا بحر هي اوماج لزميل كف وكا بحر هي بعيده وماش حلوه خاطر انت وفي خاطر انت ما تستمعش في العشية ما تسمعش في شهر جويلية الزمين حاتم بالحاج في برنامجه عنده ركن قار اسمه فيك وكعبة حلوة حاتم بالحاج اللي في فاكونس نسلموا عليه وحلو برشا وحلو برشا جدمو اللي عملوا انا نعتبر لوقي الخاص انا علاش نقول نقصلوا من سؤالات الكره خاطر وقت اللي سؤال الكره اثنين يولي فيراج يولي لي فيراج هكاك يولي مقابلني قاعد جرادان على روحه للجمهور طبعا لا بالحق خاطر مرض راهو يمس برشا يبدا معناتها من الصغرى في مربوط ارتباط وثيق بالحاله النفسيه ماهوش رجعت للسؤال انت رجعت للسؤال ثبتوا يعني. شوفوا اللي عندهم صغار اللي بناتهم حتى راهو بالنسبه انوركسيا نيرفوزا هذا اسم وهو ينجم يكون معناتها في نفس العائله نتاع البوليمي معناتها الاضطراب ينجم يكون يا هكا يا هكا عكسي الاخر يشوفوا الاضطرابات في الشهيه راهم ينجموا يخبيو ينجموا يقولوا حاجات وامراض اخرى كي كاش لافوري ينجموا يكون يخبيو في امراض اخرى نفسيه وعقليه خايبين برشا ربي يحمي الناس الكل ربي يلطف بينا سي سي اي اف ام انفو ترافيك وراجعين اي اف ام انفو راسين كاري يلا باش نبداو مع لا روبريك نتاع لي كرونيكور درجي اللعب انس بن مالك شنو طلب الرئيس كوريا الشماليه كيم يونغ من المواطنين نتاع كوريا الشماليه باش يسلموا الدوله نتاعها الكلاب نتاعها لازم تحرق خليهم يجيبوا بعد تاخر تلبوا فايت باش يسلموهم الكلاب والقطط خاطر عندهم نقص بتبيعه القطط زاد اي الكلاب اللي طلبوا منهم الحيوانات الاهليه بتبيعها الاكثر هما الكلاب خاطر يربيه وغادي الكلاب ولا اهليه دونك طلبوا منهم خاطر ما عندهمش الحم ما عادش تقريبا عندهم نقص غذائي كبير بالمجاعه
والعقوبات الاقتصادية باش ينجموا يذبحوهم ويبيعوهم كلحم وبروتين للعباد للأسف هوني وين وصل معناتها. بو انا السؤال هذا تعليقك على الخبر هذا. لا شيء مؤسف. مؤسف لا شيء ما سوسو مؤسف ولا غير مؤسف؟ والله ما انا ما نحبش التدخل في الشؤون الدول والشعوب الاجنبيه. لا يعاقبنا معناتها يضربنا في جرتك وكل يعاقبنا في جرتك علاش؟ لا حاسين انه مؤسف انه كذلك بعض الانظمه السياسيه جر الشعب بتاعها للفقر والمزيد ان نوصلوا لحوايج نعملوها اكثر اسف واكثر شراسه من حتى من الجوع بالنسبه لي. هو الانظمه هو فاسون النظام السياسي هو اللي طلع هو اللي هبط معناتها اذا كان بالنسبه للشعوب المتخلفه. وكان مشكل هذا في كوريا الشماليه يعني وما يقال عنها يعني من انه الدولة ذي عملت كل شيء بشأنها هكا سور دي لوب من طريقة معينة ولكن ها النتائج بتاع الديكتاتوريات تظهر في أبسط الحاجيات بتاع الشعوب. يلا إبراهيم بسؤال أنس رياضي كيف نكملوا لابوك بتاع سبورت نورمالمون للكرونيكور الكل هما اي قداش قاعدة ليدز باش ترجع للبروميير ليغ ليدز يونايتد ليدز يونايتد أكثر قاعدة برشا ليدز هي تحت في 2004 أكثر 16 سنة اكزاكتومون 16 سنة خاطر رجعت السنة رجعت مبروك ما عملت إن شاء الله فيما أهم ما عملت كان فريق كبير كان فريق كبير هذاك علاش 16 سنة كان ما قلتلكش 2004 ما كنتش تدخل لا قلت لك أكثر قالت أنا قلت لك أكثر لا أنت كاتب التاريخ سهلت ساوسن يلا شكون الشاعر والاديب والبانتخ اللي كيما اليوم تم اعدامه على يد قوات قوات فرانكو في اسبانيا اعدام كيما اليوم هي تم اعدام شاعر من اهم شعراء الاسبان في القرن العشرين ومن وفن ورسام وعمل تصميم ديكورات لبرشا مسرحيات غويكا لا هو يظهر لي اشهر شاعر اسباني معناتها في في التاريخ الحديث حتى نعرفها هذه ولكن غنيت له سونيا مبارك دايوغ بعض الاشعار في إطار في وقتها في حفلة خدمة مع المركز القومي الثقافي الإسباني والشاعر هذايا كان معناتها من أعظم شعراء الإسبان وشعراء شو غنيت مثلا سونيا مبارك؟ أغاني اتشهرت ولا لا 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 لا, 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 لا كانت هكا معناتها احتفالية صغيرة وعملت خدمة ريسيتال ما بين الأندلو وغنيت أشعار من للشعر اللوج عليه اسمه متكون من ثلاثة أجزاء ياي شكونه ما تعرفوش ما فهمش إجابة لوركا جابرييل غارسيا لوركا فيدريكو غارسيا لوركا فيدريكو غارسيا لوركا فيدريكو غارسيا لوركا هو واحد من اهم الشعراء الاسبان اللي معناتها ادبيا كقيمه فنيه وخاصه طبعا في الحرب الاهليه وقتها معناتها كتب برشا كان عنده معناتها برشا كتابات بترجم دايوغ لبرشا لغات وتم اعدامه كيما اليوم على يد القوات الطاغيه الفرنكيه فرانكو نحكيو على مغنية تولدت عام 42 في أمريكا وتوفيت عام 2018 هي مغنية كبيرة مغنية عندها برشا أثار وخذت جوائز كبيرة جائزة البوليتزر عام 2019 دكتورة الفخرية من جامعة هارفارد لأيو معناتها دكتورة فخرية 2018 توفيت أي 2014 خذت دكتورة فخرية من جامعة هارفارد اللي أقوى جامعة في أمريكا عندها أغنية شهيرة جدا فوالا برشا أغنيات ولكن فما واحدة هي خذت بيان سور هي الملكة الجوسبل مش أريتا فرانكلين والسول هي أريتا فرانكلين برافو هاوي طبعا دونا سماء أريتا فرانكلين إبراهيم من هو زوج أريتا فرانكلين المنظر فرانكلين خو عبد الستار فرانكلين من هو زوج سؤالك هذيك هي الورقة اش فيها كان ليدز يونايتد جوبوني من هو زوج أريتا فرانكلين باش معناها كلمة يقول لك واحد أفهمتني
اش معناها بالعربي؟ معناها اقنعتني الى حد دوختني معناها جوجمتني. اي كيما انت توا فهمتني هبلتني بالاقناع فهمتني يعني فريمون. هاي انس انس انت السؤال الاخر. هاي فازي اعطي زوز اسئله انا باهي السؤال الاخر بالفلوس قبيل قبيل حكينا على من هو من هو زوج ريتا فرانكلين. قبيل حكينا على حقي في حل جوجل كيما قال الاخر واحد مره بتعليق قال له اللي بيساو تاعكم تحلوا جوجل وتعطيوا الأجوبة. يا سيدي الكريم راوك تحل جوجل وتاخو منها سورتو مقالات من مواقع عندها الكريديبيليتي وعندها معناها الأهمية نتاعها. هذا عمل صحفي تسمى سورتو كي تبدا على مدى سنوات. فانت ندعوك انك تحل جوجل وتبعث لنا اسئله واجوبه نثبتوا من الكريديبيليتي نتاعها تكون حاجه هايله. عندنا مراجع اخرى ليه وجوجل عديده يعني سامحني انترنت اليوم هي اكبر مرجع للمعلومات موجود في العالم. حاجه تحشم انا حاجه تحل جوجل على كتاب حاجه هي. هاي سؤال قبل ما يوفى الوقت مش قبيلة حكينا الزوج ريتا فرانك قبيلة حكينا على دخول الصدفة اللي بلا اسمه شير طاهر شريع على السينما. فما شاعر وهو صغير في الحرب العالمية الثانية كان هو صغير كان يبكي فالركاب اللي معاه في المركب كانوا باش يضربوه معناتها باش يقتلوه هدوا بقتلوا مع ابوه على خاطر كانوا يمكن الالمان الجنود الالمان يفتنوا به ويفجروا المكان. فابوه جبد فرد باش منعه وقرر من وقتها باش ما يسكتش. قال من وقتها قررت باش ما نسكتش. هو شاعر عربي شاعر عربي تولد عام تولد في الاربعينات معناتها من القرن الماضي. توفي ولا مازال موجود؟ لا توفي هو توفي تولد عام 39 وتوفي في 2014. هو شاعر عربي شهير وشهير مش جمال. محمود درويش هو في 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 مقام محمود درويش من الطائفة الدرزية فلسطيني عاش في فلسطين المحتلة. لا شاعر شاعر من أهم أعماله عنده برشا أعمال يعني عنده عمل خرج عام 2012 قبل ما يموت خالد هو عم اسمه مختارات شعرية اسمها منتصب القامة أمشي. الشاعر هو مش ثلاثة ثلاثة كلمات في لا لا لا, لا. زوز أسامي شاعر كبير برشا وشاعر الثورة الفلسطينية وشاعر الحراك الفلسطيني هو سميح القاسم. طبعا طبعا ميرسي أنس على السؤال. شكرا شكرا لكم مستمعينا. غدوة باش تسمعوا إن شاء الله بيست أوف من ساعتين الأربعة بيست أوف غاسين كاري. رح نرجعوا لكم نهار الجمعة إن شاء الله في حلقة جديدة من راسين كاري الميتيو الأخبار. كونوا في الإف إم أحلى راديو. إلى اللقاء.